برحب بحضراتكم من جديد. دلوقتي بنستقبل واحد من كباتن النادي الاهلي المحترمين. انجازات كبيره، بطولات كتير جدا جدا، كمان نسبه المشاركه في عدد المباريات واحد من اكتر اللاعبين في تاريخ النادي الاهلي، لعب مباريات كتير جدا. الكابتن اسامه عرابي، برحب بيك. اهلا وسهلا بك. ووحشني كتير جدا جدا يا كابتن اسامه. انت وحشني اكتر، و متشكر طبعا المقدمه اللي انت قلتها، وسعيد ان انا في قناه الاهلي، واتمنى اكون الساده المشاهدين يستمتعوا. كابتن اسامه، اكيد بابا سعيد في وجودك معاه، كمان نتكلم في الكوره شويه ومباراه النادي الاهلي ان شاء الله بكره امام سموحه. حابب في البدايه تقول اي حاجه قبل ما نتكلم في الماتش وتوقعاتك للتشكيل والامور الفنيه تبتدي ازاي، لو انت مكان الكابتن حسام عايز تبتدي باي حاجه؟ يعني اعتقد كابتن حسام حاطط 23 لاعب للمباراه بكره، كلهم جاهزين، لانه البطوله العربيه رغم خسارتنا ليها لكن جهزت بعض اللعيبه اللي دخلت شويه في الصوره كانت بعيده شويه. فانا اعتقد بكره النادي الاهلي قادر انه يحسم اللقاء لصالحه، لكن طبعا المباراه مش هتبقى سهله. يعني مباراه صعبه، ما فيش شك النادي الاهلي هو الافضل السنه دي. سموحة عنده برضو مشاكل كتيره، زي ما الاهلي عنده بعض المشاكل في غيابات او الايقافات او الاصابه، زي احمد فتحي طبعا مؤثر جدا، زي سعد سمير مؤثر جدا. الناس الجديده اللي دخلت كان ممكن واحد زي وليد ازارو يبقى مشارك، لكن نفس الشيء هتلاقي في المقابل نادي سموحه برضو ايضا عنده غيابات او للاصابه او للانتقالات، زي اسلام محارب مثلا راح النادي الاهلي، او اصابات زي عمرو سعد الظهير الايسر، زي مهدي سليمان حارس المرمى، احمد حسن مكي مؤثر بالنسبه لهم جدا مش موجود برضو اصابه. فبرضو يعني المباراه مش هتبقى سهله، ولكن جاهزيه النادي الاهلي اكتر واقرب انه ان شاء الله يفوز باللقاء. يعني كابتن، باحساس المدرب كابتن اسامه، احنا اشتغلنا مع بعض سنين طويله، مباراه هزيمه الزمالك النهارده ليها تاثير في تفكير اللاعبين عند النادي الاهلي؟ مفيش شك، هو كده كده طبعا التفكير الاساس هيبقى للمكسب، لان دي مباراه كاس مش مرتبطه بمباراه الزمالك والمصري. طبعا بنقول مبروك للنادي المصري وهارد لك لنادي الزمالك النهارده. النتيجه مش متوقفه على هذا اللقاء، ولكن المنافس التقليدي بتاعك لما بيخرج من دور قبل النهائي مفيش شك هتدي حافز ودوافع اكتر للعيبه انها تلعب المباراه النهائيه وتحصل على الكاس، لانه هي مباراتين بس وتاخد بطوله يعني. فاعتقد بتدي دافع اكتر، ولكن مش هي السبب الرئيسي. انه حتى لو الزمالك النهارده كان كسب، برضه تركيز لعيبه النادي الاهلي والجهاز انه يلعب المباراه النهائيه هيبقى موجود طبعا اكيد. يعني المباراه في الكاس بيبقى فيها انطباع خاص او تفكير خاص، خصوصا اللي هي مباراه ما تقدرش تحدد، عشان كده هي بتسمى مباراه كاسه كابتن اسامه. مظبوط. النادي الاهلي يشتغل على ايه عشان يتفادى المفاجآت في الماتش؟ مباريات الكاس بتبقى زي ما انت قلت ليها شكل مختلف شويه احيانا، هو في النهايه غالبا بيبقى الافضل اللي بيكسب. طبعا نسبة التوفيق في الدوري العام بتبقى أقل شوية لأنها 34 لقاء، ففي الغالب الأفضل بنسبة 99% إذا ما كانش 100% هو اللي بيفوز بالبطولة في الآخر. ولكن الكاس زي ما أنت قلت بيبقى لقاء واحد، ممكن جدا اللقاء ده ما يبقاش يومك كجهاز فني، ما يبقاش يومك كلاعيبه، بتبقى انت عامل كل حاجه كويس وتفاجئ انه في بعض اللعيبه مش موفقين، اللعيبه التانيه متفوقه على نفسها، التوفيق معاهم زي ما حصل في مباراتين بتوع الفيصلي. رغم ان النادي الاهلي ما كانش في احسن حالاته،
ولكن كان ممكن جدا يكسب اللقاءين. صح. يعني هو خسر اللقاءين بس كان ممكن يكسبهم. ما هي دي بقى اللي الكوره فيها توفيق تخلص الماتش. مظبوط. يعني هي ما هي دي بقى التوفيق في المباراه الواحده، هو ده التوفيق بيبقى نسبته اكتر شويه من اللقاءات اللي هي متكرره كتير يعني. فعشان كده دي خطوره ماتشات الكاس. النادي الاهلي طبعا اكيد هيبقى مهتم جدا انه ما يجيش فيه هدف، اساسا يكسب ويجيب اهداف، ولكن اعتقد انه هيحاولوا يتفادوا اللي حصل فيهم في ماتش الفيصلي او المباراتين بتوع الفيصلي، لانه المباراتين الفيصلي تقدم و سواء فيها اخطاء فرديه او اخطاء جماعيه من الفرقه ككل، ولكن التقدم بتاع الفيصلي خاصه في المباراه الثانيه لما تقدم 2-0 اربك اللعيبه شويه وخلاهم مستعجلين جدا انه يعوضوا فارق الهدفين. فانا اعتقد دي نقطه هتبقى مهمه جدا، انه على قد ما النادي الاهلي هيحاول ان دي مباراه كاس ولازم يضغط عشان يكسب، ولكن اعتقد هيبقى منتبه جدا في الهجمات المرتده او حتى السموحه لعب بطريقه هجوميه، لانه يعني دي خروج مغلوب يعني. كابتن اسامه في بدايه الحلقه انا قلت 4 نقاط وقلتهم بخبره سنين طويله مع مدربين محترمه، وانت كمان كمدرب اكثر من رائع، وانا دي شهاده اعتز بيها الشغل اللي انت عملته مع اسوان، كان بعيد جدا ودخلته بقى شكل الاداء مختلف. عشان كده هكلمك في اللي اتعلمناه من مدربين كبار على راسهم الكابتن محمود الجوهري ومانويل جوزيه. جمل هي مجرد ناس ممكن تشوف اللي احنا بنتكلم، لكن لما ببقى موجود على ارض الواقع هيفرق معاك بشكل كبير. واحنا بنتكلم على ان شاء الله انتصار للنادي الاهلي، بنتكلم على الاهلي يبقى الفعل مش رد الفعل، بنتكلم على الضغط من اول دقيقه والكرات المشتركه، بنتكلم على روح الفانيله الحمراء اللي مع كل الاجيال موجوده، الحاجات دي موجوده ما تخافش على الاهلي. مظبوط. ما هي حاجات اللي انت بتقوله يا شادي ده اساس في اداء النادي الاهلي. الضغط ده غالبا يعني بنسبه هنقول 95% من مباريات النادي الاهلي، سواء دوري المحلي سواء افريقيه سواء عربيه، بيبقى الضغط ده سمه اساسيه، اللي هو الضغط المتقدم ده عشان النادي الاهلي مطالب على طول ان يكسب. لكن في احيانا بعض المباريات وانت لعبت كتير وعارف كانت تتطلب تحفظ بطريقه معينه، تلعب ثلاثة ديفندر، تلعب من وسط ملعبك، تقلل الضغط من بعيد شويه، تقلل الضغط في احيانا بعض المباريات تتطلب ده، لكن دي مش السمه الاساسيه في اداء النادي الاهلي. فدي نقطه مهمه طبعا، موضوع الضغط سواء من قدام او حتى متاخر شويه بس يبقى ما يديش فرصه انه اللعيبه الثانيه تمتلك الكوره. انت قلت لي النقطه الالتزام التكتيكي داخل الملعب، الضغط الاهلي يبقى الفعل، ومع طبعاً الروح الفانيله النادي الاهلي اللي احنا بنتكلم عنها، هي مش مجرد كلمه. طبعا يعني الموضوع روح الفانيله ده خلاص بقى الناس حتى الجماهير، ولذلك الجماهير نفسها بتبقى احساسها لغايه اخر ثانيه لو النادي الاهلي مغلوب او متعادل، احساسهم انه الاهلي هيكسب او هيرجع للمباراه او لو مغلوب هيتعادل وبعدين يتفوق. دي جايه من اللي انت قلته ده، اللي هو الروح الفانيلا الحمراء والاصرار اللي بيبقى عند اللعيبه اللي هي طول عمرها متربيه عليه، وحتى اللعيبه اللي كانت بتيجي من خارج النادي وبتتعود على المكسب وكده بيبقى موجود. فحتى الانطباع ده عند الجمهور ما بيقسي لغايه لما الحكم بيصفر. يعني حتى ماتش اللي قلت لك الفيصلي الاخير، النادي الاهلي مغلوب 2 والناس لغايه اخر 3-4 دقايق عندها امل ان الاهلي هيتعادل، وفعلا في جون جه في الدقيقه خلاص والحكم بيصفر، يمكن لو كان في دقيقتين ثلاثه كان ممكن الاهلي يتعادل يعني. كابتن النادي الاهلي خلينا اكلمك بصراحه، هيتاثر بالغيابات اللي موجوده سواء اللعيبه اللي هي المنضمه حديثا او سواء احمد فتحي وسعد سمير؟ بص، هو في مجمل اللقاءين، قصدي الفرقتين، هنا في غيابات وهنا في غيابات. يعني التاثير هنا
والتأثير هنا هيعمل تكافؤ شوية. مفيش شك إن سعد سمير عمل موسم السنة دي رائع، ومن أفضل لعيبة النادي الأهلي طوال الموسم، مستوى ثابت، مستوى ثابت، فمفيش شك إن هو مؤثر ووضح تأثيره في غيابه حتى في البطولة العربية وكده. أحمد فتحي طبعا لعيب مميز جدا ومهم جدا. يعني بقيه اللعيبه مع احترامي ليها، اللعيبه هايله، ما حدش يقدر ينكر امكانيات ازارو ولا اسلام محارب ولا اللعيبه المنضمه حديثا او كده، ولكن لسه تاثيرهم جوه الفرقه مش واضح قوي. مش قصدي ان هو مش هيفرق، ولكن لسه ما يبانش تاثيرهم قوي. ما اقدرش يعني تقول ان غيابهم هياثر قوي على اداء النادي الاهلي، لكن في بعض الاماكن هتاثر. لكن في وجود بقيه اللعيبه اللي موجوده اللي انا قريتهم اللي هم ال 23 اللي موجودين، ما اعتقدش انه يحصل خلل في حاجه. يمكن هي بس المشكله الوحيده اللي انا قلت عليها، انه في نجيب ورامي بس في خط في قلبي الدفاع، واحمد فتحي حتى موقوف، هو ده الثالث. عمرو السوليه لما لعب كان كويس في السرديه. ما هو ده الحل الثالث، يعني احمد فتحي ما بقاش موجود، ممكن جدا عمرو السوليه، ممكن احيانا محمد هاني. والحل كمان الموجود برضو حسام غالي، لانه حسام غالي برضو عنده خبرات، ولكن ترتيبا كده يعني، فبرضو ممكن تتحل. دي اكتر مشكله لا قدر الله لو حصل، يعني ان شاء الله رامي ونجيب يقدروا يكملوا الماتش كله، لكن لو حصل اي حاجه دي بس ممكن تبقى فيها مشكله. لكن كل الاماكن متغطيه، سواء الباكين، سواء حراسه المرمى، سواء نص الملعب، سواء الخط الامامي، كل العناصر تقريبا موجوده. يعني كابتن اسامه، عايز ابعد عن الماتش شويه وادردش معاك. ايه الفرق ما بين النادي الاهلي مع كابتن حسام البدري وانت كنت حضرتك مع مارتن يول؟ مش هقدر اقارن مقارنه واضحه، لانه ال 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 كل وقت زي ما بيقولوا ليه ادان. يعني مارتن يول جه في نص الموسم، ويمكن كمان كان عدى شويه من نص الموسم، اشتغل حوالي 4 شهور ونص تقريبا، كل شغله طوال يعني من ساعه ما جه لغايه لما مشي 4 شهور ونص تحديدا. يعني برضه كراجل اجنبي ما يفهمش ثقافه البلد، واللغه مختلفه، واول مره يمرن في المنطقه العربيه، وكل الامور دي مهما انت بتشرح حاجات. يعني انا وسيد وعظيمه وطارق سليمان، كل الناس اللي حواليه يعني كانت بتوصله على قد ما تقدر، ولكن برضه هو كان لازم في حاجات بيستكشفها بنفسه. تعامل مع الاعلام مثلا ازاي، تعامل مع اللعيبه، اللعيب ده ممكن يزعل لو انا كلمته باسلوب معين، ممكن لو انا متمرس زي مثلا مستر مانو جوزيه قعد 6 7 8 سنين، فخلاص عارف طبيعه اللعيبه المصريين ايه، وعارف مصري. لا ما هو بس اكيد في اول ما جه اصطدم بحاجات معينه. صح. حتى على فكره مستر مانويل جوزيه بدايته معانا احنا كجهاز مساعد، كان اول سنه 2001 كابتن مختار وكابتن حسام البدري وانا واحمد ناجي، كانت مشاكل بينا اكتر من بعد كده. يعني احنا اشتغلنا بعد كده معاه في 2003 و2004، خصوصا لانه الاولاني ده انت اذكر كان عصبي اكتر بكتير جدا عن لما جه تاني مار. شفت بقى، ما انا بقول لك عشان هو مهما بيشتغل مع مجموعه برضه جاي في ثقافه مختلفه، ما يعرفش الناس دي هل هي شاطره ولا بتضحك عليه بتقول له اي حاجه بتغلطه، ما يعرفش الناس دي الباع الفرقه ولا مثلا عايزه يمشيه. لا ده حقيقه، معلش، ما هو لانه جاي من الاجنبي دايما حاجه مختلفه عن شعب، يعني طريقه تعامل بتبقى فيها اختلاف شويه، طريقه هي كره في النهايه واحد، لكن انا اقصد طريقه التعامل وطريقه التفكير وطريقه، فبتاخد وقت شويه. ولذلك انا على المستوى الشخصي، ويمكن دي معروفه، يمكن احمد عبده كمان اللي هو كان مترجم كان يقول لك الكلام ده، انا اصطدمت بمستر مانويل جوزيه كذا مره، والكابتن مختار وكابتن حسام في بالذات في البدايات،
يعني بعد كده بالعكس خلاص بقى هو عارف مين دولت، وبقى عنده ثقته بالناس دي ازاي، وعارف خلاص بقت العمليه. عارف الكواليس مره قال لي عن حضرتك ايه؟ اه كنت ليا طلب عنده كده، فدخلت الغرفه، انت عارف هو بيحبش يتكلم في مين يلعب، وتروح تقول له ما مش عارف ايه، يقول لك ايه في الباب وراك. فراح حاجه بعيد عن الكوره، انا في حاجه بره الكوره كده، فقعد يسمعني وكده، وفي الاخر جت سيره حضرتك، فقال لي انا بيعجبني كابتن اسامه عرابي، عشان مش هقول له على حاجه يقول لي طيب اوكي تمام كده، لكن بيقاوح معايا ويقول لي لا كده عندك حق، انت وجهه نظرك انا اقتنعت بيها فممكن اعملها. اه بس شفت بقى، انا بقول لك مثلا موضوع زي ده معايا او مع غيري ممكن جدا في بدايه التعامل ياخده بمحمل تاني. صح. فانا عشان كده بقول لك مستر مارتن يول تجربته ما خدتش وقتها، يعني الراجل قعد 4 شهور ونص، دخل في دوري كاس افريقيا كلهم تخبيط ورا بعض ورا بعض، ماتشات مضغوطه كل يومين ثلاثه، وكل ففي حاجات كان لازم عايز وقته فيها، ديت فرقت معاه. ثانيا هو جه في نص الموسم، ثالثا ابتدى يجيب لعيبه على اساس انه هيبتدي بيهم الموسم فهو مشي. كابتن حسام طبعا مدرب كبير، وانا شرفت بالشغل معاه سواء من سنه ما انا بطلت 99، اول واحد اشتغلت معاه تحت 17 سنه، وبعدين مع مستر مانو جوزيه اكتر من 3 سنين، وفي المنتخب الاولمبي 2 سنين، راجل مدرب كبير ومدرب محترم. ولكن جه من بدايه الموسم، جه والفرقه اترتبت الى حد ما اكتر من فتره بتاعت مستر مانويل جوزيه، كان مع مستر مارتن مشي رمضان صبحي، مشي ايفون عبال ما نستقدم ناس تحل محلهم، ففي امور مختلفه هنا وهنا. لكن بصفه عامه التجربتين كويسين، ما اقدرش اقول التجربه فيهم سواء بتاعت مستر مارتن او بتاعت كابتن عصام، ولكن يمكن بتاعت يعني تجربه مستر مارتن لم تكتمل. بس كابتن اسامه في ناس كتير اكيد الشباب اللي طالع بيسمعوا، بس كابتن اسامه ده واخد بطولات اكتر من انديه كتير، انت واخد كام بطوله مع النادي الاهلي ولعبت كام ماتش؟ انا واخد 28 بطوله متفرقه بقى طبعا، يعني 10 دوري، 7 كاس افرو اسيويه، 4 بطولات عربيه، بطوله كاس الاتحاد المصري، ولعبت 401 او 402 مباراه. فالحمد لله طبعا عدد كبير من الماتشات وعدد كتير من البطولات، لكن ده يعني انا حظي حلو ان انا لعبت على مدار 17 سنه من 82 ل 99، فطبيعه الحال ربنا وفقني مع طبعا زمايلي والاجهزه الفنيه كلها اللي اشتغلت ومجالس الادارات وكل الناس ان انا اوصل للعدد ده يعني. ولكن اللي انا عايز اقوله انه كمان الرقم ده كان ممكن يزيد لو احنا في ايامنا عدد الماتشات ما كانش زي دلوقتي، يعني كان اقل بكتير. يعني اولا مثلا السنه دي مثلا في البطولات كلها اعتقد بتعمل 52 مباراه ده او اكتر كمان، اكتر دلوقتي بعد لما عدد الفرق زادت في الدوري ممكن تروح انت دلوقتي بتلعب 58 مباراه. مظبوط، انت بتلعب 34 ماتش دوري، ممكن لو وصلت فاينل كاس تلعب 5 ماتشات. البطوله الافريقيه بقت مجموعات، ما كانتش مجموعات، كانت خروج مغلوب على طول. صح. فداخلك في 58 60 مباراه، احنا ممكن ايامنا اقصى حاجه توصل ليها 40 مباراه او 35 مباراه تبقى انجاز، لانك الدوري مثلا كان بيبقى 14 نادي، يعني بتلعب 26 مباراه بس، تقريبا ممكن يكون نص الدوري ده او 70% منه. البطولات الافريقيه ما كانش بنلعب بنظام المجموعات خالص، انت في المجموعات بتلعب 6 مباريات ثم بتتنقل بتلعب ماتشات تاني، كانت عدد الماتشات محدود. البطولات اللي هي بطل الدوري والكاس ما كانتش موجوده، ولذلك انا بالنسبه للدوري المصري والكاس المصري ما خدتش ولا بطوله سوبر دوري او كاس مصري، يعني انا لعبت مثلا واخد 10 دوري واخد 7 كاس، كنت هلعب 17 مره بطل دوري وكاس. صح. كنت هلعب 17 مسابقه 17 بطوله ابطال الدوري مع ابطال الكاس، ما لعبتش ولا مره. فكل دي طبعا برضو، لكن الحمد لله يعني عدد كبير من الماتشات وعدد كبير من البطولات الحمد لله يعني.
حاسس ان انت واخد حقك كاسم اسامه عراب؟ الحمد لله. يعني بص يا شادي، انت من الناس اللي شلت كاسات كتير مع النادي الاهلي ولعبت كتير في النادي الاهلي. اي حد اسمه بيرتبط بالنادي الاهلي ولو حتى عدد محدود من المباريات ولا خد بطوله واحده ولا بتاع، اسمه صح بيبقى كبير. فما بالك الحمد لله انا بعدد الماتشات دي كلها وعدد البطولات دي كلها وعدد السنين دي كلها من 81 وانا في النادي الاهلي حتى السنه اللي فاتت موجود في الاهلي، يعني اكتر من كام، من 81 ل 2017 اكتر 36 سنه. فاكيد الحمد لله يعني، ولكن ما زلت لسه عندي طموحات في التدريب. حاسس ان الفرصه ما خدتهاش لسه قوي في موضوع التدريب يعني. وهو ده اللي كنت هسأل حضرتك فيه. احنا هنتكلم عن اللي قاعد قدام حضراتكم، تاريخ بجد، بطولات حدث ولا حرج، عدد لعب ماتشات حدث ولا حرج. كمان لما نتكلم على المستوى الاخلاقي، والكابتن اسامه هو ممكن يكون هادي معانا شويه بس دمه خفيف جدا جدا ومقالب والكلام ده كله، انا جيله حكى لي حاجات كتير. فده يخليني اسالك، انت رحت للتدريب، تدريب احسن ولا وانت لاعب بالبطولات والانجازات دي؟ انه الاحسن؟ لا احسن، احلى فتره في حياه اي حد اللعب. يعني اعتقد مش في كره القدم، هتلاقي اي رياضي كان بيلعب لعبه معينه وكاريره انتهى كلاعب وابتدى في التدريب او الاداره او كذا، طبعا ممتعه برضه، ممتعه جدا، انا بحب التدريب جدا وممتع. ولكن فترة اللعب طبعا بتبقى أجمل فترة في حياتك، يعني الحاجة الوحيدة اللي ما تقدرش ترجع لها. يعني كان الكابتن حسن حمدي الله يمسيه بالخير كان تملي يقول لنا الموضوع ده لما يجتمع معانا، كان يقول لك أنت لما حد مثلا يأثر في اللعيبة، حد داخلين على بطولة مش قادرين ناخدها، مش عارف، أو مش يعني عايز يحفزنا، يقول لك أنت وقت اللعب مش هيجي لك تاني، لكن اي حاجه تانيه هتقدر تعملها بعد عيش حياه الكوره. ايوه، لكن بعد ما بتخلص لعب تقدر تعمل اي حاجه تانيه كانت بتشغلك عن انك انت تبقى مهتم بلعبك، يعني بمهنتك اللي هي اللعب، اللي هي الاحتراف دلوقتي، انك تبقى. فطبعا احلى فتره هي فتره اللعب، ولكن برضو التدريب ممتع جدا. ممتع. واعتقد انا شفتك السنه دي، حصل اتصال ما بيني وما بين حضرتك، متذكر ما قلت لك مره خلي بالك على صحتك، انت بتتعصب جامد جدا، متعايش، بتشتغل باخلاص شديد مع فرقه اسوان، لكن كان باين على الرياكشن بتاعك في الماتشات، كنت خايف عليك، عشان كده حصل مكالمه مع حضرتك قلت لها خلي بالك كابتن اسامه كده خطر، انت بتخرج عن شعورك خالص. ما هي مشكله التدريب مهنه صعبه جدا وشاقه. هي الناس بس يمكن ايه من بره بتشوف حلاوتها، يعني ان انت ماسك فرقه، انك انت بتطلع في التلفزيون، انت على فكره انا بطبيعتي كده حتى وانا بلعب، بس وانت بتلعب اولا معاك فرقه كامله بتبقى شايله معاك، انت بيبقى تركيزك صحيح في امور فنيه مثلا مكلف بيها، او ادائك هيبقى كويس ولا لا، وعايز تبقى كويس، ولكن شايل همك بصوره كبيره قوي. صح. لكن وانت مدير فني شايل هم كل حاجه، شايل هم جماهير عايزه مكسب، محافظه كامله مثلا لو انا ماسك اسوان مثلا محافظه كامله عايزه مكسب، شايل هم مجلس اداره عايز مكسب، جايبك عشان عايز يكسب وعايز يعمل نتائج، و شايل هم 30 لاعب كل واحد فيهم عايز يلعب، وكل واحد فيهم شايف انه حق انه يلعب. ما هو كلنا كنا لعيبه كوره وعارفين، انا لما كنت ببقى بلعب والمدرب ما بيلعبنيش ببقى هتجنن عايز العب اول واحد، وانت كده واكيد اي حد فينا كده. فشايل هم 30 لاعب، 11 بس فيهم اللي هيلعبوا، وسته ولا سبعه احتياطي، والباقي هيبقى في بعض المشاكل هتواجهك. شايل هم امكانيات، هل الامكانيات مساعداك انك تحقق اللي انت عايزه ولا لا؟ وكل ده انت كمدير فني شايله. في بقى حاجات كمان، عوامل دي، اولا مش كل عوامل انت ماسكها، انت بتحاول وبتأدي في التدريب وبتشتغل وبتجتهد، ولكن في عوامل مش في ايدك 100%، لكن وانت لعيب انت مالكها 100%.
حاجات خارجيه بقى، عدم توفيق مثلا في يوم لعيبه مش موفقه، حكم سواء خطا بدون قصد، يعني غير قاصد انه يغلط ولكن اخطا، كلفك مثلا مباراه ممكن تقعدك مثلا بالنسبه لاصوات تقعدك في دوري، حصل لك ماتشات او ماتشات او عن تعمد يعني، او احساسك ان بيبقى تعمد، او انه جاي عليك لانك انت اضعف مثلا. فكل ده انت شايل همه، كل ده. لكن اللعيب هو تفكيره في نفسه، في انه يبقى متواجد، انه ياخد كل فلوسه وما يتخصمش منه انه ولا مليم، صح؟ اللعيب عايز يلعب وما يتخصمش منه ولا مليم، ويجي متاخر ما يتعاقبش ويسهر براحته مثلا، يعني بعضهم مش كله يسهر براحته. كل ده انت شايل همه، يعني انت شايل هم ده كله على التدريب من شاقه طبعا. طبعا جداً جداً. طبعا كابتن، عايز اخد كده ذكريات معاك. دايما بنحاول يعني نتكلم مع ضيوفنا اللي يخرج منهم الجانب اللي الناس ما تعرفوش. انت كنت تعمل مقالب كتير جدا في زمان، وعلى فكره دايما بتروح وتتكلم في الكوره في البرامج ومش، لكن انا اللي اتحكى لي غير كده، كابتن اسامه كان مش طبيعي بيعمل حاجات. لا هو احكي لنا حاجه حصلت انت عملتها كابتن اسامه. لا مش مقالب، بس هو يعني كان في مواقف بتبقى ظريفه يعني. يعني مثلا انت عارف انا لعبت لسن كبير لغايه 37 سنه. كنت شاطر تعتزل لك كابتن سامي الله يرحمه. بس طبعا من الناس اللي ما تتعوضش يعني، الله يرحمه، شخصيه هايله، وكان من انجح مديرين الكره اللي جم، وكلاعب طبعا الله يرحمه. فاللعيبه الصغيره اللي طالعه كانت تقول لي يا كابتن اسامه انت مش هتعتزل بقى، يا كابتن اسامه انت سنك كبر، يا كابتن اسامه. فقول لهم يا جماعه لا انا هكمل وانتوا هتعتزلوا. فمره مشير حنفي كان ظريف، مشير حنفي بقول لك يا كابتن اسامه انت سنك بقى كبير قوي، ده خوف ومات وخفرع مات ونفرتيتي مات. قلت له نفرتيتي مات؟ نفرتيتي يا مشير دي واحده سن. قال لي اصل انا ما خدتهاش في المدرسه. الحاجات اللي انا كل ما افتكرها اقعد اضحك. فبيقول لي ايه ده نفرتيتي مات يا كابتن؟ قلت له نفرتيتي مات يا ابني، انت ما دخلتش مدرسه ولا ايه؟ ففي حاجات كتيره كده. حد يقول لك كده انت قعدت في اخر اعتقد سنه، كان بيجدد لك سنه بسنه وتروح متتالق فيجددوا لك سنه. ففي حاجات كتيره مرت علينا كانت. بس انت ليك موقف يا كابتن عملت مشكله جامده جدا، رميت تعبان لحد او حاجه زي كده ولا اترمى؟ لا ده رضا عبد العال اللي عملها فيا. ايه اللي حصل؟ انت عارف ال المختص اللي عندنا اللي جوه في اوضه اللبس، اللي جوه اللي هو عامل زي الجاكوزي ده، بنحط فيه التلج او الميه السخنه. فانا فجاه كنا كلنا قاعدين بعد التمرين في المختص، ففجاه انا مش واخد اخوانه يعني، كل شويه الاقي لعيب يطلع، يا عم ما انت طالع ليه بدري؟ يقول لي لا خلاص. التاني التالت اتاريهم كلهم متفقين، ورضا عبد العال كان جايب تعبان بس طبعا مش سام يعني. ولقيتهم كلهم خرجوا وانا جوه بقى لوحدي، بقيت لوحدي. راح رماه في الميه. رمى جاي وراح حاطط لي. عملت ايه؟ عملت ايه؟ انا نططت، وطبعا التعبان بقى سريع جدا في الميه. شوف بقى كل تدريبات الرشاقه اللي احنا خدناها والمرونه، ابقى اجري كده لقيت اجري كده. والله عذبني عقبال ما عرفت اطلع تاني من المخطط. ده رضا اللي عمل فيا رضا هو اللي كان بيحب يعمل الحاجات دي يعني. كابتن كنت جيل جامد جدا وجاب 7 دوري ورا بعض، وحضرتك لعبت كمان قبلها. بس انا بتكلم على الفتره دي ب7 دوري ورا بعض وانجاز كبير جدا يا كابتن. يعني انت بتتكلم على فكره، هتلاقي كده في الاجيال كلها، ان انت بتبقى فيه تلاقي حد بيضحك، كواليس كتير وبتاع، وده جزء من نجاحك ان انت بتخرج من الاجواء اللي فيها ضغط. اللعب في الاهلي ضغط غير طبيعي. لا هو كل بص يعني عامه الرياضيين عامه فيهم الرياضه فيها انبساط كده يعني. فيها الرياضيين بيبقوا بساط يعني، اي واحد لعب رياضه كتير تلاقيه كده غالبا يعني. فهتلاقي بس في كل جيل هتلاقي ناس يعني دمهم خفيف او بيحبوا يعملوا اكتر يعني. في مثلا في الجيل الاولاني مثلا اللي هو بتاع
التمنينات وكده هتلاقي كابتن مصطفى عبده، مدحت رمضان، مجد عبد الغني، على طول دول مع بعض على طول. كابتن اسامه طبعا الكابتن ده بيقول لك ده ما حدش قرب منهم. فعلى طول تيجي مثلا بعد كده في ايمن شوقي، كان رهيب. ايمن شوقي كان، تخش بعد كده تلاقي بقى بدر رجب ومحمد السيد، ودول برضو كان دمهم خفيف فاكر جدا. موقف ففي كتير فرح الكابتن مشير حنفي؟ انت ليك معاك قصص، انا عارف. اقول لك، انا حكوا لي كل حاجه، قالوا لي بقى عايز تسمع القصه دي اسمعها بالكابتن اسامه. لا مش هينفع بقى خلاص، قول اللي ينفع يتقال فيه عشان احنا على الهوا، يعني احنا بنضحك وكابتن مشير حبيبنا وشخصيه محترمه، ما تزعلش. صعب صعب. لا قول، لا والله طيب. قول لنا حته. مشير كان من الناس اللي دمها خفيف برضه، فهو عزمنا مره في فرح و في شبرا، في شبرا، وكان عامله في الشارع يعني. وشبرا من الاحياء الجميله جدا طبعا، ولكن الفرح كان في الشارع، ففي عدد والاهلي رايح وزحمه رهيبه، ف عدد مهول من الناس. فاحنا بقى قاعدين في الفرح ومشير لابس البدله وقاعد في الكوشه وبتاع، وكان جايب كاسيت كبير بيشغل عليه اغاني كده. ففجاه النور قطع. بعد شويه راح النور جه، التسجيل ما كانش موجود، التسجيل الكبير ده ما كانش موجود، فاذا حد شاله عشان ما، فقاعدين يدوروا عليه مش لاقيينه عشان عايزين يشغلوا الاغاني تاني. فبقى مشير بقى هو بالبدله كده بقى والبتاع، راح واقف في الميكروفون، يا جماعه اللي بيحب مشير حنفي يرجع التسجيل. طبعا كان موقف كل ما نفتكره نموت على سبب الضحك. هو بقى بالعريس وبالبدله كده، هو طيب جدا قوي جدا، دمه خفيف جدا على فكره، فراشات ملهاش حل. طبعا، ولما يحصل معاه الموقف ده خلي بالك هو عمده في شبرا. لا واحنا اصل انت يعني كنت انا وتامر حفني ومجموعه كبيره من لعيبه الاهلي هناك، فالموقف كان دمه خفيف يعني. هو واقف بقى بالكرافته كده والبدله وبتاع، وقال لك يا جماعه اللي بيحب مشير حنفي يرجع التسجيل بالميكروفون. اسامه على فكره كمان كان قبل ما يعني ابعد عن الحته دي، على فكره مشير كان من المساكين الكويسين جدا في النادي الاهلي طبعا. صح كابتن، عايز اكلمك في جزئيه، انا ياما سالت مدربين كتير، انا بكلم الكابتن اسامه عرابي المدرب. كابتن اسامه بيمسك اسوان في امكانيات، خلينا نتكلم بصراحه، طبعا امكانيات مش كبيره قوي زي انديه ثانيه، اجتهد معاهم، ظهر بشكل كويس، شفنا الفرقه ادائها اتغير كمان يعني خططيا الحمد لله. يجي النهارده كابتن اسامه يعاني جدا عشان يمسك فريق. هو الشغل ازاي؟ ما انا خلي بالك بكلمك بمنتهى الامانه، في مدربين اصل اشتكوا كتير، كل واحد كان ليه اسبابه يعني، وفي حد بيقبل بالامر الواقع. بتضايقك دي ان انت تبقى عملت شغل وبعد كده فرص الشغل بتبقى اقل؟ ما فيش شك، اي حد بيحب من التدريب او بيحس ان هو ممكن يعمل عامل نجاحات او كده، او عامل تطور في حاجه معينه او كده، اكيد بيزعل. ولكن اللي بيشتغل في من التدريب عارف ان احنا في دايره يعني، المواضيع بتروح وتيجي وتلف، يعني ده طبيعه شغلنا، طبيعه شغلنا احنا مش لعيبه يعني. اللعيب بيعمل مثلا عادي سنتين ثلاثه مستمر فيه، حتى لو المدرب مشي ممكن يتغار عليه ثلاث اربع مدربين. لا احنا مدربين احنا عارفين ان حياتنا كده يعني، فيها ممكن واحد يروح شهر هنا ما يوفقش، او يحصل خلاف مع مجلس اداره او اي حاجه، يمشي يقعد هنا ست شهور، يقعد هنا سنه، فهي شغلانتنا فيها المخاطره دي. فبالنسبه لي ده طبيعي في طبيعه شغلي، ولكن اكيد الواحد حابب انه يبقى متواجد وبيشتغل، ده طبيعي يعني. لكن اللي انا عايز اقوله، ما فيش شك ان جهدك مؤثر، جهدك بيبان للناس. تاني حاجه، في بعض الايه عايز اقول ايه، العلاقات وال يعني توسيع دايره العلاقات بتبقى مؤثره. طبعا الـ الوكلاء مؤثرين، كل الحاجات دي عوامل يعني مكتمله مع بعض يعني. كابتن،
هنديك المدير الفني لمده دقيقتين للنادي الاهلي وقول لنا التشكيله من وجهه نظرك اللي تبتدي بكره بالنسبه للمجموعه 23 لاعب اللي موجودين، مين اللي حراسه المرمى؟ طب انت هتقرا ال 23 الاول ولا انا عايز نقول على طول؟ قول حضرتك ال 23. ال 23 حراسه المرمى شريف اكرامي، محمد الشناوي، واحمد عادل عبد المنعم. اعتقد شريف اكرامي هو اللي هيبدا. شريف اعتقد في الدفاع باسم علي، محمد هاني، وصبري رحيل، وحسين السيد، وعلي معلول، ورامي ربيعه، ومحمد نجيب. قلبي الدفاع ما فهمش تفكير، يعني نجيب وربيعه، والباك رايت غالبا يبقى باسم علي. باسم علي ادى بطوله عربيه ناجحه، ومحمد هاني طبعا ممتاز، ولكن انا اعتقد بالشكل الاخير ممكن يكون باسم علي. وكمان ان محمد هاني ممكن يقعد كاحتياطي للمساك وللظاهرين يعني. وشمال علي معلول اعتقد يعني، تمام. رغم ان حسين السيد برضو ادى بشكل كويس هو وصبري في البطوله. في وسط الملعب يمكن دي هتبقى فيها حيره شويه، هم اللي موجودين حسام غالي وحسام عاشور وعمرو السوليه واحمد حمود واكرم توفيق وعمرو بركات وصالح جمعه وعبد الله السعيد ومؤمن زكريا ووليد سليمان. هي هتبقى اتنين من ثلاثة بس، انا يعني في حسام غالي وحسام عاشور، لا بتكلم على اللي هما الاتنين الارتكاز، لان الاهلي بيلعب 4-2-3-1 في الغالب. في حسام غالي وحسام عاشور وعمرو السولية. هي دي هتبقى فيها حيرة شوية، ممكن حسام عاشور وعمرو السولية او حسام غالي. ثلاثة اللي قدام، في ثلاثة اعتقد ان صالح جمعه ماشي بصوره كويسه قوي فهيبقى واحد منهم. صالح وعبد الله السعيد مؤثر، ولكن هي تبقى فيها مشكله شويه مين فيهم اللي يلعب على الطرف. وممكن وليد سليمان، والرابع يبقى بين مؤمن زكريا. ما اعتقد، لا هم ثلاثه، ما خلاص ثلاثة. صالح جمعه وعبد الله ووليد ممكن. صالح جمعه، صالح وعبد الله وليد ممكن او مؤمن. مين راس الحربة؟ اعتقد في الثلاثه الموجودين ممكن يبتدي كبدايه بجونيور اجاي. جونيور، في جونيور وعماد متعب طبعا، عماد متعب ما لعبش الماتش الاخير كان مش موجود، وعمرو جمال ممكن جدا يبتدي بجونيور اجاي. الاختلاف الوحيد ان ممكن يبدا جونيور تحت ويبدا بعمر جمال في البدايه تمام. انا هقول لك التشكيل اللي انت قلته لي، هسمح لك بواحد بس. انت يبقى حضرتك بتقول لي شريف اكرامي، باسم علي، ربيعه، محمد نجيب، علي معلول، حسام غالي، وحسام عاشور قدامهم ثلاثه. صالح، عبد الله، وانت بتقول لي يا وليد او مؤمن، وقدامهم جونيور. ده التشكيل بتاعك. هو أوكي. طريقه اللعب هتبتدي ازاي مع فرقه سموحه بكره وانت عايز تبقى الفعل؟ هتضغط من قدام ولا تلتم ملعب ولا تنزل نص ملعبك؟ ما اصل دي ليها حاجات كتيره جدا. ما اعرفش انت بتعمل ايه لو مباراه كاس مع سموحه، انت مع حافظ سموحه ولعبت ضدك، تلعب ازاي اللي يخليك تكسب المباراه؟ لا كنادي اهلي هضغط عادي من 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 قدام، بطبيعه الحال هضغط من قدام، بالذات في بدايه مثلا اول ربع ساعه. ايوه بالذات في بدايه المباراه، خاصة ان جاهزية لعيبة النادي الاهلي اكتر من لعيبة السموحة في الوقت دوت. فاعتقد انه البداية هتبقى كده، وكمان بالذات بعد الخروج من البطولة العربية، فالنادي الاهلي قدامه فرصة ذهبية طبعا بكرة في مباراة قبل النهائي، وهو خلاص عارف النهائي كمان مين. فاعتقد الضغط ممكن يبقى من قدام، لكن مش طوال المباراة طبعا. كابتن اسامه، انت اشتغلت مع الكابتن حسام، عشان نشوف احنا بنشوف انت اشتغلت عمر كبير ومع المنتخب الاولمبي، فانا سالتك الضغط هيبقى منين. بس في مشكله، عشان نتكلم في كل حاجه، في مشكله في اهدار الفرص. النادي الاهلي بتجيله فرص كتير، ودي مباراه كاس، عليك ان انت تستغل الفرصه اللي تيجي. وفي بعض المشاكل احيانا في بعض المباريات مشاكل دفاعيه، يعالجها ازاي في مباراه بكره؟ ما هو اصل هي مش ما بتجيش من يوم وليله، هي على مدار السنه، فهو شغال طول السنه بشكل كويس، ما اتغلبوش في الدوري، يمكن الاخفاقين الاخرانيين بس اللي حصلوا مع الفيصلي، فهيلعبوا بنفس الطريقه، بس هيبقى يعني في تعليمات شويه، تركيز اكتر من تشكيله قواعد الشاشه كمان. هي بس طبعا هتبقى الاختلاف
في لان صالح وعبد الله السعيد بيحبوا اكتر يلعبوا في العمق. ولكن انا عارف انه عبد الله السعيد مؤثر جدا ومن اهم لعيبه النادي الاهلي، وبصراحه برضو صالح في الفتره الاخيره ماشي بصوره كويسه قوي، يعني احسن فترات صالح من ساعه ما جه النادي الاهلي هي الفتره الاخيره. انت تقصد حاجه ممكن انا اقولها لك لغويا كده وتقول لي صح ولا غلط؟ يعني لما شفنا صالح مع عبد الله السعيد في اخر مباراه النادي الاهلي وصل وكان مسيطر وكان في لا مركزيه موجوده، يعني شويه بتلاقي صلاح يمين وشويه بتلاقي عبد الله يمين. يعني في لا مركزيه وفي حريه في الحركه ما بين الاثنين. بس هو المشكله ان الاثنين ما بيميلوش للطرف قوي، يعني يعني عبد الله ما بيحبش يلعب على الطرف قوي، بيحب يلعب تحت الفيرويد، وصالح برضو بطبيعته ان كان صالح شويه ممكن ناحيه الشمال يلعبها. هي دي بس الاختلاف الوحيد. فممكن برضو تلاقي جونيور اجايه هو اللي تحت وعمر مثلا جمال اللي بادئ مكان حد فيهم، لكن يعني في الغالب يعني اكتر من 85-90% اعتقد أربعة 4-4-2-3-1 خطه في الاساس بتعتمد على القادم من الخلف. مظبوط مظبوط. لو بصيت لعدد اهداف مؤمن زكريا كلها قطع كتري هو جنب راس الحربه الثاني، فبيلعب دور راس الحربه عشان جاي من تحت، هو وفي الرؤيه للمدافعين مش باين. هو اكتر اهداف النادي الاهلي هتلاقيها جايه من تحت، هتلاقي هداف السنه اللي فاتت مؤمن وعبد الله السعيد مع كان ايفونا قبل ما يمشي، برضو السنه دي هتلاقي اعتقد برضو عبد الله ومؤمن ووليد جاب جوان كتيره، صالح جمعه في الفتره الاخيره ابتدى يجيب جوان، فهتلاقي معظم طبعا اجايه برضو سواء بيلعب راس حربه او بيلعب تحت جاب 5-6 جوان، معظم الناس هتلاقي اهداف يعني كتير قوي الناس اللي جايه من الاطراف او من العمق، لان الاهلي بيلعب اللعبه دي كتير جدا اللي هي الاختراق من الجنب للعمق وتتحط له الكوره سواء مؤمن او وليد او صالح او كده، جاب منها اجوان كتيره. يعني كابتن عماد متعب لعيب خبرات كبيره طبعا، بينزل لمسته بخبره في سنين طويله طبعا، يبقى ليه دور في مباراه بكره ان شاء الله. ما هو يعني دي بتاعت كابتن حسام طبعا. عماد متعب واحد من افضل المهاجمين اللي جم في تاريخ مصر سواء للنادي الاهلي او الكره المصريه بصفه عامه وكمنتخب، وحتى الان مش عارفين نعوضه في المنتخب المصري، او حتى ما فيش حد ملا مكانه في النادي الاهلي بصوره واضحه. ممكن جدا طبعا يبقى ليه دور، بس طبعا انا بقول لك ما اعرفش بالظبط. انت ماشي مع نفس المدرسه بتاعتي ليه؟ اللي هي يلعب يلعب، المهم الاهلي يكسب، المدير الفني وصاحب الاختيار. لا اصل هقول لك حاجه، مهما احنا هنقول او غيرنا يقول، المدير الفني هو اللي له صلاحيه التشكيل. وانا ساعات احيانا بختلف مع لعيبه بتيجي تقول لي مثلا انا ما لعبتش، فابسط حاجه تقول لي لمجموعه لعيبه كده قول لهم حطوا لي تشكيل، هيختلف هم نفسهم هيختلف صح. يعني اللعيبه نفسها لما تيجي تحط 11 هتلاقيه غير واحد او اثنين مختلف عن اللي جنبه، غير واحد او اثنين. يبقى اذا المدير الفني اللي هو مجلس اداره جايبه واللي هو المسؤول الاول عن الناحيه الفنيه له الحق الاول والاخير في اختيار التشكيل، لكن احنا بنقول وجهات نظر، من الجايز تبقى سليمه، من الجايز تبقى غير سليمه، ولكن دي وجهه نظرنا احنا. يعني كابتن اسامه الكاميرا بتاعت حضرتك اهي، اتفضل. هتقولي عايز توجه رساله تقولي في الاخر؟ اقول يعني بالتوفيق للنادي الاهلي بكره ان شاء الله، سعيد بوجودي معاك ومع مشاهدين قناه النادي الاهلي، ونتمنى دايما مزيد من النجاح والتوفيق للنادي الاهلي، ويفضل عملاق ويفضل رقم واحد في القاره الافريقيه والمنطقه العربيه. كابتن اسامه انا على المستوى الشخصي فخور بحضرتك جدا لاسمك الكبير والبطولات والانجازات اللي انت حققتها مع النادي الاهلي، بتمنى لك التوفيق اكيد في مشوارك التدريبي، واكتر من كل ده حضرتك تاريخ كبير جدا جدا للنادي الاهلي، حضرتك محقق بطولات اكتر من انديه مصريه يعني ممكن تكون بتنافس النادي الاهلي، فدايما جمهور الاهلي بيذكرك ببطولاتك بانجازاتك اللي موجوده، بكمان
الرصيد اللي في البنك الحقيقي اللي هو البطولات اللي اهم من فلوس. انا ممكن تكون الفلوس احيانا بتبقى مهمه احيانا مهمه، لكن لا رصيدك كبير جدا من البطولات، وبتشرف لما بتبقى موجود معايا، ومبسوط جدا ان انت كنت معايا في الحلقه النهارده. متشكر لك جدا. اشكرك كابتن اسامه. كان معانا واحد من كبار النادي الاهلي وشخصيه محترمه جدا كل الاهلاويه بيحبوه غير الاهلاويه، كابتن اسامه عربي. قبل ما اختم ببساطه، عندنا ماتش مهم جدا، ممكن البعض اللي بيتابعنا من بدايه الحلقه يقول انت قلت هتكلم في موضوع حسام غالي وما اتكلمتش فيه. باختصار، الاهلي عنده ماتش مهم مفروض كلنا ورا النادي الاهلي، ولكن عشان ما يبقاش فيه اقاويل كتير تواصلنا مع كابتن سيد عبد الحفيظ. حسام غالي في عرض من نادي النصر موجود، ما ينفعش نتكلم وفي مباراه، التركيز دلوقتي الاهم الاهلي يكسب بالنسبه لنا. العروض مين يمشي مين يقعد ده هيبقى ان شاء الله بعد المباراه نشوف الكلام. كابتن حسام البدري هيقول ايه، كابتن سيد عبد الحفيظ في قعده مع حسام غالي، كل الامور هتبقى واضحه لحضراتكم. لكن الاهم بالنسبه لنا بنقفل على فرقتنا، كابتن حسام البدري اختار تشكيله ومين اللي يلعب مش شغلتنا، اهم حاجه بالنسبه لنا الاهلي يكسب، وبعدها نبقى نتكلم في العروض اللي موجوده، مين عايز يمشي مين عايز يقعد، لكن بالنسبه لنا الاهلي الاهم زي ما وعدنا حضراتكم. اتمنى لحضراتكم اتبسطتوا النهارده من حلقه النهارده، واكيد هختم زي كل يوم المجد، كل المجد لشهداء النادي الاهلي، تصبحوا على الف خير.